أهلا بكم، ننتقل إلى فندق البريستول لمتابعة إطلاق جمعية بيروت ماراثون سباق بلون بانك بيروت ماراثون 2019. هذا الحفل الرجاء من الجميع أن يلازموا أماكنهم، نحن بتنا على متن طائرة الام تي في والنقل المباشر. طبعا الام تي في هي مؤسسة إعلامية ستكون شريكة معنا، وطبعا من باب التأكيد على حرفية جمعية بيروت ماراثون، وطبعا تدليلا على قيمة الحدث الماراثوني والنشاطات التي تقوم بها الجمعية. طبعا النقل المباشر لهذا الحفل هو يأتي تتويج لعمل مضني من قبل الفريق التقني، وطبعا هنا تحية التقدير لهذا الفريق، وطبعا من باب التأكيد على أننا نعمل أيضا وأيضا وفق مواصفات احترافية. طبعا سنكون مع كليب للام تي في أعد في ذكرى تأسيسها، سنتابعه معا. طبعا الكليب تحت اسم بدا زقفي، وطبعا لم تبخلوا بهذا التصفيق، شكرا لكم. حاصد للجوائز التقديرية والشرفية، عنوان لكفاءة قيادة مصرفية، غني بالمكارم الأخلاقية، شريك يتسم بالأهمية والآدمية، ويكفيه شرف الاسم سعد نعمان أزهري رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك لبنان والمهجر. سنكون معه بعد مشاهدة هذا الفيلم. تقريبا حيكون ماراثون بيروت، وانا بدي اياكم ننزل على ماراثون بيروت بنوفمبر عشان صحتنا اول شيء، كمان بدنا نفرج العالم شو هو لبنان وشو هو حضاره لبنان، وايضا نشجع كل هالناس انه ينزلوا على بيروت حتى نفرج العالم شو هو لبنان. دولة الرئيس الشيخ سعد ما أصحاب المعالي والسعادة، حضرات الإعلاميين الكرام، أصدقائي الأعزاء، حضرات السيدات والسادة، يشرفني باسمي وباسم بنك لبنان مهجر أن نطلق سوية مساء اليوم
فعاليات بلوم بيروت ماراثون لعام 2019، وباتت هذه المناسبة من التقاليد المميزة لدى بنك لبنان ومهجر وجمعية بيروت ماراثون، إذ تعود علاقة البنك مع الماراثون إلى أكثر من 16 عاماً. أحسن معلومات. ويسرني أن أضيف أن الشراكة بين البنك والجمعية قد جددت هذا العام لخمس سنوات حتى نواكب سوية المزيد من التألق والنجاح للماراثون الذي أصبح ليس فقط من أهم المحطات الرياضية في لبنان بل في المنطقة ككل. وأود بالمناسبة أن أشكر جمعية بيروت ماراثون على جهودها الخلاقة في تطوير الماراثون ورفعه إلى أرقى المستويات العالمية، وشكر خاص لرئيسة الجمعية السيدة مي الخليل. في الحقيقة إن التطوير الذي شهده الماراثون منذ أن انطلق في عام 2003 هو من أبرز الصفات التي تجلى فيها الماراثون، فقد شهد خلال عمره القصير تحولاً جذرياً في عدد ونوعية العدائين، وأصبح المنصة الأولى في لبنان لدعم القضايا الإنسانية والاجتماعية والثقافية بمشاركة فعالة من القطاع الخاص والمجتمع المدني وأكثر من 200 جمعية غير حكومية. وعلى القدر نفسه من الأهمية يبقى بلوم بيروت ماراثون الحفل الأكبر في لبنان الذي يجمع اللبنانيين مع بعضهم البعض كيد واحدة والعمل سوية على نجاح الماراثون وتحقيق أهدافه المنشودة. وعليه لقد قررنا هذا العام أن نركز على هذا الوجه للماراثون ونطلق عليه شعار سوا نرقد للبنان، أي نركض من أجل لبنان، الصحة، الخير، والسلام، والاقتصاد، والمحبة. ولا يخفى عليكم في هذا الإطار أهمية النهوض الاقتصادي والاستقرار السياسي والاستدامة المالية ليس فقط للمساهمة في تحقيق أهداف الماراثون بل لتحقيق طموحات كل اللبنانيين للعيش الكريم وللرفاهية وللفرص العمل التي تليق بمؤهلاتهم. وأتمنى أن يشهد هذا العام بداية لتعافي الاقتصاد وانفراجات طيبة على صعيد النمو والمالية العامة والوضعية الخارجية، وأن تعود الديمومة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية ومجالات العمل. كما أن أتمنى أن يتوج هذا التعافي وهذه الانفراجات بماراثون مميز في شهر تشرين الثاني من هذا العام، يعزز من الثقة في البلد ويرفع راية الازدهار والصحة في ربوعه. أود أن أضيف أننا في بنك لبنان والمهجر نكن لعلاقتنا مع بلوم بيروت ماراثون كل الأهمية والمهنية، ونعتبره من أهم نشاطاتنا في الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. ولا يقتصر دعمنا للماراثون على المساهمات المالية بل يتعداها، يتضمن دعمنا للسنة الثالثة لبرنامج 542 ولبرنامج رايت تو ران ولتواجدنا في الماراثون فيليج، كما يشارك أكثر من 1000 موظف وموظفة من البنك كل عام في سباق بلوم بيروت ماراثون. إضافة إلى مشاركة 30 موظفا وموظفة في برنامج 542، وهذا البرنامج كما يعلم البعض يتطلب مجهودا ومثابرة وعزما من قبل العدائين ويدل على صلابتهم وانضباطهم، فشكرا لهم على هذا الالتزام الصعب الذي أخذوه على عاتقهم وهنيئا لهم بهذا الإنجاز المجدي. لن أطيل عليكم كلمتي، ولكن ما أحب أن أقوله في الختام هو أن أوجه الشكر مرة ثانية لجمعية بيروت ماراثون ولزملائي في بنك لبنان والمهجر، وبالطبع جزيل الشكر إلى سائر المعنيين من إعلاميين ومؤسسات راعية وتنظيمات مدنية وهيئات رسمية على مشاركتهم الفاعلة في نجاح الماراثون، متمنيا للماراثون وللبنان كل الخير والتوفيق، وشكرا. حياته ركض ركض، بده غرضه بالدقيقة زيتها وبيركض ليوصل له. بيعرف انه الناس لبعضها وبيركض ورا عائلته ومجتمعه. نحن كمان من هالبلد.
ومثلك ومثلك حاضرين نساعد مجتمعنا. لهيك رح نركض سوا ببلان بانك بيروت ماراثون ونكون دائما مصدر لراحة البال. بنك لبنان والمهجر راحة البال. كان من المقرر أن يتزين هذا اللقاء بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، لكننا كلنا نعلم المشاغل والتحديات والظروف الصعبة التي يمر بها البلد، لكنه حرص أن يتشارك معنا في هذا اللقاء عبر هذا الفيلم الذي تابعناه معا، والذي أكد فيه أنه يبقى عداء، يبقى عداء الحدث الماراثوني الحكومي، والفائز دائما بميدالية الصدارة في مواقفه وفي اعتداله. شكرا دولة الرئيس سعد الحريري، شكرا لممثله حسام زبيبو بيننا. أقدارنا تكتب على جباهنا منذ لحظات التكوين الأولى، وتصبح أحداثا ليوميات ومصائر لعمر، وكان قدرها وطنا تفاخر فيه ورسالة تقرأ فيها وحدة شعب وشعار ثالوثه سلام محبة ركض. مي الخليل، قدرك والوطن صنوان، انتظرنا لنسمعك في ختام الحفل. وقبلا اسمحي لي سيدتي أن نتابع الفيلم الدعائي الترويجي للسباق، والذي سيبدأ البث به عبر قناة MTV والأقنية التلفزيونية. أهلا وسهلا بكم. بيقولوا التغيير صعب وما في شي بيزبط وبلا كل هالقصة، بس في ناس بلشوا من الصفر وصاروا بالأول، يلي دايما حاضرين رغم كل شي، يلي قالوا لهم ما بتقدروا وقدروا، في يلي جايين اليوم كرمال بكرة، يلي ماشي بوقفهم ولا بقعدهم، يلي ملوا الشوارع برسالتهم وقضاياهم، وفي يلي بيشجعوا وبيحمسوا وبيدعموا. يمكن التغيير صعب وفي اشياء بتفرقنا، بس في كتير اكتر بيجمعنا. سوا منحرك الوطن، سوا نركض للبنان. مساء الخير. Your Excellencies, dear guests, welcome to the launching event of the 17th edition of our Silver Label Blom Bank Beirut Marathon. This November 10, 2019, we move for health and well-being. We move for our families and loved ones. We move for what is worth living for and fighting for. We move for our environment, communities, and economy. We move because standing still is not an option. We move together, and together we move the nation. And now, allow me to continue my speech in Arabic. And not only Arabic, and not the spoken Arabic, the real Arabic. أصحاب المعالي والسعادة والسيادة أيها الحفل الكريم، الحقيقة المرة التي لا يمكن تجاهلها في البلد هي الأوضاع العامة الغير مريحة بالحد الأدنى من التوصيف، لكن الأعجوبة اللبنانية هي استمرار الدورة الحياتية حتى
ولو على درجة 360 من التناقضات الموزعة بين مظاهر الحياة والموت، بين أجواء الفرح والحزن، بين مشاعر الأمل والقلق والدليل، المهرجانات والحركة السياحية والمؤتمرات المالية والعلمية والاقتصادية، إضافة للدورات والبطولات الرياضية المحلية والعربية والقارية والدولية. وهذه الأعجوبة هي بمثابة التأكيد على حتمية استمرار الحياة، وبالتالي الرد على الأوضاع الاقتصادية الصعبة والأحداث السياسية والأمنية التي ما زالت تواجهنا للأسف في بلد آمن بعض ناسه من كل المواقع والطبقات على إضافة فرص أو إضاعة فرص استنهاضه ومعالجة المشكلات على كافة الصعد والمجالات. أقول هذا للرد الافتراضي على كل من يسأل: هل بهذه الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة يمكن لأحد أن يفكر ويهتم بالرياضة والأحداث والمناسبات الرياضية على تنوعها؟ وبكل صراحة وثقة أقول نعم، الحياة حركة دائمة، وكي نحيا يجب أن نتحرك. نتحرك لصحتنا، لأنفسنا، لعائلاتنا، لأحبائنا. نتحرك لتحسين مجتمعاتنا واقتصادنا ومعيشتنا. نتحرك لأنه من غير المقبول أن نقف مكتوفي الأيدي، ومعا يمكننا أن نحرك العالم لحتى ولنعطي الأفضل والأجمل لهذا الوطن. 17 عاماً بالتمام والكمال هو عمر جمعية بيروت ماراثون، سنوات مجبولة بالفخر والاعتزاز، وأيضاً بالتحدي والقلق، ومع ذلك بقينا متفائلين بالغد وبالنصر وبالحياة على الموت والحق على الباطل. كان دائماً الرهان على الشعب اللبناني، واستطعنا سوياً أن نحطم أرقاماً قياسية بالمشاركة سنة بعد سنة، لدرجة باتت شوارعنا غير قادرة على استيعاب عشرات الآلاف من العدائين والعداءات من لبنان والخارج. أطلقنا ثقافة الركض في كل المناطق اللبنانية تحضيراً لأجيال جديدة من أبطال وبطلات الركض ضمن برامج تدريبية مجانية، ولم ننسى فيها فئة الاحتياجات الخاصة أو أصحاب الهمم من أجل تعزيز قدراتهم. أيها الحفل الكريم، نقطة ارتكاز للمرحلة القادمة أتوقف عندهما: الأولى، تجديد الشراكة مع بنك لبنان والمهجر لمدة 5 سنوات قادمة، مقدرين الثقة الكبيرة من قبل مؤسسة مصرفية رائدة تمثل واحدة من أهم الأرقام في المعادلة المالية، وعنوان استقرار للوضع النقدي. ومن هنا أتوجه بالشكر لرجل آمن بوطنه وشعبه ومؤسساته وبمفهوم العمل الاجتماعي، هو رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك لبنان والمهجر السيد سعد أزهري. النقطة الثانية هي
عقد شراكة جديد مع مؤسسة إعلامية رائدة هي قناة الأم تي في، التي ستستضيفنا على شاشاتها خلال السنوات المقبلة. وهنا أود توجيه تحية شكر وتقدير لرئيس مجلس الإدارة المدير العام لقناة الأم تي في السيد ميشيل المر، آملين أن يكون النجاح حليفنا. الأحبة الحضور الكريم، عند التحدث عن الرياضة والحدث الرياضي تطول قائمة الشركاء والمؤسسات الشريكة، بدءا بوزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير محمد فنيش، الذي عاد للوزارة بقرار سليم ليكمل بناء السياسات الشبابية والرياضية التي بدأها. هناك أيضا شريك أساسي هو محافظ بيروت سعادة القاضي زياد شبيب، الذي معه نتعاون لأعلى درجات المسؤولية، وبلدية بيروت بمجلسها الكريم ورئيسه المهندس جمال عيتاني، الذين يدعمون هذه الشراكة لما تحققه من آثار جيدة في المجالات الاقتصادية والسياحية والبيئية والرياضية والاجتماعية، لتبقى عاصمتنا الحبيبة بيروت منارة تنبض بالحياة ولؤلؤة تضيء شاطئ المتوسط. أضيف إلى القائمة شريكا حاضرا معنا في كل الاستحقاقات، الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، وأشكر رئيسه رولان سعادي على تقديره لعملنا التنظيمي والاحترافي. شكرا. كما أود توجيه الشكر والتقدير للمؤسسات العسكرية والأمنية والوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والخاصة والمؤسسات التربوية والمجالس البلدية خارج بيروت والمؤسسات الداعمة والقطاعات والنقابات المتعاونة والصليب الأحمر اللبناني والجمعيات الخيرية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية بكل قنواتها. وللشركاء والشركات الداعمة، والشكر أيضا لأعضاء مجلس الأمناء والهيئة الإدارية لجمعية بيروت ماراثون والأدفوكيتس أصدقاء بيروت ماراثون، وأكيد فريق عمل جمعية بيروت ماراثون. بعد لحظات نختتم الحفل وتبدأ مرحلة التحضيرات الجدية لسباق بلوم بانك بيروت ماراثون بنسخته 17، والذي يحمل هذا العام شعار سوا نركض للبنان، ويقام يوم الأحد 10 تشرين الثاني 2019. والأمر المحير أننا كلنا نريد لبنان، لكن كل واحد على طريقته وبحسب نظريته وأهدافه. ومن أجل هذا الواقع، دعونا نلتقي جميعا يوم الأحد 10 تشرين الثاني لنركض سويا للبنان واحد موحد، للبنان المحبة والتلاقي، للبنان السلام والإنسان، للبنان القضية والهوية، للبنان الكيان النهائي لكل أبنائه. عشتم، عاشت الرياضة، وعاش لبنان.